في الذكرى الثامنة لمسيرتها المليئة بالانتهاكات والجرائم والعبث بأمن العراق ومستقبله، تستعرض ميليشيا الحشد عناصرها تحت أنظار رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي وعدد من زعماء الميليشيات، مجددة ولاءها لمن أفتى بتأسيسها وأطلق لها العنان لتشكيل دولة داخل دولة، بحيث لها اليد العليا بمؤسسات الدولة بعيدا عن مسرحية الديمقراطية وشعارات الوطنية. دبابات من طراز الروسي وطائرات مسيرة وأسلحة متنوعة كشف عنها الستار أثناء العرض العسكري الذي أقيم في ديالى بمشاركة القوات الأمنية التقليدية التي ليس لها من النفوذ إلا كما للمتفرجين من خارج دائرة الميليشيات. ولم يكتمل العرض العسكري إلا بحضور السفير الإيراني محمد كاظم آل صادق للتأكيد على هوية هذه الميليشيات وتبعيتها لنظام خامنئي بعيدا عن مسمى العراق المستباح. في الذكرى الثامنة لتأسيسه تستعيد ذاكرة العراقيين جرائم التطهير العرقي في المحافظات الغربية وقتل وإخفاء الشباب المتظاهرين في ثورة تشرين، حيث وثقت منظمات حقوقية محلية ودولية هذه الجرائم التي تنوعت بين التعذيب والإخفاء القسري وقتل مدنيين وأسرى تحت التعذيب ونهب المدن والبلدات وحرق ونسف آلاف المنازل. يضاف إلى ذلك تدمير قرى بالكامل ومنع النازحين من العودة إلى مدنهم وقراهم بهدف تغيير التركيبة السكانية لهذه المدن، ولم تسلم المساجد من التدمير والحرق وكذلك المحاصيل الزراعية. هذه الجرائم هي التي تعتبرها الميليشيات بطولة قامت ضد المدنيين العزل من شيوخ وأطفال ونساء، ولا غرابة أن يكون الاستقواء على المدنيين من تلك الميليشيات التي شهد عليها المالكي وهو من أهلها بأنها أمة الجبناء.